This question has to deal with the media. With the media. And what's your advice? So that how can we deal with the media, whether those who are proponent or opponents or objective. And if you would like to specify some advices to the media people themselves, to the people who are working on the economy and the development of the country, so that we all share in what's beneficial for our country. Well, the media حسناً. بالنسبة للإعلام، إن الإعلام دوره إبلاغ الناس قدر الإمكان بحقيقة ما يحدث، ولكن بعض الناس لهم مصالح في استخدام الإعلام لأغراض معينة، ومن ثم يستخدمون الإعلام لإعطاء شروح أو تفصيلات كاذبة أو معلومات مغلوطة. وحاليا الحكومات عليها أن تقبل أن الإعلام سواء أحب ذلك أو لم تحبه، أن الإعلام يتمتع بالحرية أحب ذلك أو لم تحبه. ولذا فالحكومة عليها أن تشرح للإعلام ما الذي تفعله، تشرح والإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لا يمكن السيطرة عليها حاليا، ولكن الحكومة عليها أن تستخدم الإعلام لكي تشرح مواقفها وجانبها من القصة بأسرها. وإن الأمر ليس أمرا يسيرا، ولكن ليس هناك خيارات حاليا أمام الحكومات. لا يمكنك أن تعوق عمل الصحفي والإعلام الإعلامي وشبكة التواصل الاجتماعي. يعني على إحاطة بحقائق الأمور وبكل شيء، هذا حقه، ولكن أيضا لا نغفل أن الواقع يقول أن هناك مصالح في بعض وسائل الإعلام يسخرونها لهذه المصالح ولو بالكذب. الحقيقة التي لا بد أن يعلم الجميع ولا ينكرها أحد أن الإعلام الآن أصبح حر، وأنه لن يستطيع أحد أن يسكت وسائل الإعلام، فعلى الحكومة أن تبذل قصارى جهدها في أن تشرح وجهة نظرها في الأشياء وفي الأمور التي تهاجم فيها. هي مسؤولية الحكومة قدر الإمكان بعد الاتفاق على مفهوم ما هو الإعلام الحر. وتحدث أن الإعلام حر، ولكن لابد أن نتفق على ما معنى حر إن صح التعبير. سؤال عن الصحة والخدمات الصحية، هل لديكم تجربة ناجحة في إصلاح منظومة الخدمات الصحية، وكيف استفدتم من التجارب العالمية في هذا؟ This question about healthcare. And the question basically, do you have what's your healthcare improvement experience in a sense? How did you go about that? And did you learn from other international experiences concerning healthcare and the improvement and the reform of healthcare sector? Well, we inherited from the British a free healthcare system. الاستعماري البريطاني نظاما صحيا مجانيا، بمعنى ان كافه الخدمات الصحيه تقدم بالمجان. ولكن بالنسبه لتكلفه الدواء فكانت تكلفه الدواء قليله جدا، فقد كانت زجاجه الدواء بسنت واحد او قرش واحد اذا ما عربنا ذلك، ولكن حاليا الكبسوله الواحده تكلفك 5 دولارات. ولذا فبالنسبه لمسألة أن تقوم الحكومة بإعطاء الدواء بالمجان، فقد كانت ذلك تكلفة كبيرة تكبدتها الدولة في السابق، ولكن لازلنا حاليا نقدم الخدمة الصحية نفسها. الخدمة الصحية نفسها تكون مجانية للمواطن العادي، وأما الأغنياء فيذهبون للمستشفيات الاستثمارية أو المستشفيات التي تعمل بالقطاع الخاص، وهم يدفعون مقابل حصولهم على الخدمات الصحية المختلفة. ولكن الحكومة قد شيدت الكثير من المستشفيات، هناك الكثير والكثير من المستشفيات لدينا في ماليزيا، ولازلنا نعمل في ذلك. إننا حاليا نقوم ب لدينا الكثير من الأطباء الذين يتخرجون، آلاف الأطباء الذين يتخرجون في كل عام، ونعطيهم التدريب لكي يصبحوا متخصصين أو أخصائيين في أمراض بعينها. وفي الحقيقة إن هذا يمثل مشكلة، لأن الشعب الماليزي بشكل كبير
كما قلنا يحصلون على اخذ ما تعالج صحيح من الحكومات ولا فهذا هي ليست مشكله عذرا هي ليست مشكله. الدكتور ان يعني الدوله الماليزيه ورثت بعد الاحتلال نظام صحي كان سيء كبنيه تحتيه وكمنظومه فعملوا على تحسينها ولكن صناعه الصحه ان صح التعبير في ماليزيا كما معظم دول العالم يعني ذات تكلفه عاليه جدا سواء كان الدواء او التامين الصحي وغيره فتركز الحكومه على امرين الامر الاول ايجاد منظومه من الدعم او الضمان الصحي للمحتاجين قدر الامكان حتى يعني يكون هناك حد ادنى من مستوى الخدمات الصحيه اما الاغنياء فيعني يذهبون الى الخدمات الخاصه الصحيه الخاصه الامر الاخر تركز الحكومه وركزت في الفتره السابقه على بناء العديد من المستشفيات ذات الكلفه المنخفضه ولكن لها يعني مستوى خدمات صحه مرتفع. هناك سؤال ايضا نخفف به يعني وطأة الامور الفنيه كيف ترى مصر او ما الفرق بين مصر التي زرتها سابقا ومصر التي زرتها الان؟ The question about do you see any difference or can you highlight any difference between Egypt that you visited before decades ago and maybe 10 years ago, 5 years ago and Egypt that you visited this time? The difference. Well, كنت هنا في مصر من قبل ولم يكن لدى الناس الحق في أن ينزلوا إلى الشوارع وأن يتظاهروا لم يكن الناس حق عصيان الحكومة ولكن الآن مصر تتمتع بالحرية إن المصريين يستخدمون حقهم أو حريتهم بشكل كامل ولكن في إطار استخدامهم للحرية بشكل كامل هناك خط رفيع بين استخدام الحرية على نحو جيد وسوء استغلال الحرية لأن هذا الخط رفيع إن لم تدركه فقد تسوء الأمور دون أن تعلم ولذا في إطار عمليات التظاهر في الشوارع أنتم تستخدمون لديكم مظاهرات لديكم سلاح الإضراب تستعملون الإضراب ولديكم الإعلام الحر وغير ذلك ولكن هناك أيضا في إطار ذلك كله لابد أن تعرفوا أن عليكم التزاما وعلى عاتقكم التزاما في أن تقوموا بتوفير جو من التقدم لبلدانكم وفي الوقت الحالي ان سوء استخدام الحريات في مصر ليست متطرفه جدا في ان تجعل البلد غير مستقره على الاطلاق لا نقول ان هناك هناك بعض سبل ساءة استخدام الحريه وهناك تخطيا للحدود في كثير من الحالات هذا من جانب لأنكم قد عشتم في فترة كانت فترة ديكتاتورية استبدادية لم تكن لديكم فيها حرية كشعب وكان هناك الكثير من الاضطهاد للناس ولكن حاليا حظي الناس بحريتهم ولكن المشكلة حاليا تبدو في تحديد معنى الحرية وحدود هذه الحرية وحاليا لم يتم إساءة استخدام الحرية إلى درجة تجعلنا نقول أن مصر لن تحقق النهضة ولكن هناك سوء استخدام في الحرية. مجملة هل هناك فرق بين مصر التي زرتها ومصر الآن؟ نعم هناك فرق ثم خاصة بالذكر فرق واحد جوهري أظن كلنا يعني متفقين معه في هذا أن هناك حرية حقيقية ينعم بها الشعب المصري يعني حرية في التعبير حرية في إبداء الرأي وهذه الحرية يعني يوصينا دكتور معتير بالخط الفاصل ما بين هذه الحرية التي تعكس جو مصر ما بعد الثورة والتي يعني نضل الجميع من أجلها وبين أن ينقلب هذا إلى يعني سوء استخدام لهذه الحرية فهو يقول كل وسائل الاعتراض والتعبير لابد أن توفر للناس سواء في يعني مسيرات مظاهرات وسائل إعلام وغيرها ولكن فليحذر الجميع يعني أن يتخطى هذا الحد الفاصل ما بين يعني إبداء الرأي وتعطيل يعني مسيرة التغير والتحول التنموي والاقتصادي التي يحلم بها الجميع هكذا أوصى يعني الدكتور مهاتير.
هناك سؤال: ماذا فعلتم في ماليزيا لإصلاح نظام الشرطة وإصلاح إصلاح القضاء؟ يعني سؤال سياسي جدا الحقيقة. This question about reforming of the police sector and the judicial sector, if this also needed any kind of reform in Malaysia. The what sector? The reform the police section. Police. Police. Yeah. Were there any corruption and or any attempts to reform the police section? There was any need for that in Malaysia? Yes. If yes, then how? What happened? And the same applies for the judicial sector. If there was any reform attempts, if there was a need or something. The police and the military. بالنسبة للشرطة والجيش في ماليزيا إنهم محترفون. ولذا فإنهم ينصعون لأوامر أي من كان الفائز بالانتخابات، هم لا يتحيزون لأي جانب، على الرغم من أن لديهم الحرية في انتخاب أي حزب معين، ولكن عندما نأتي للقيام بالمهام المنوطة بهم فهم يقومون بها بشكل احترافي، يفعلون ما يطلب منهم من أي حكومة طالما أن هذه الحكومة حكومة منتخبة. ولذا فليس لدينا أي مشكلة مع الشرطة أو مع الجيش أو القوات المسلحة، أعني على الرغم من أن هناك بعض المتقاعدين من الجيش يعملون حاليا في السياسة، ولكن في حقيقة الأمر هم لا يمثلون مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. فالشرطة والقوات المسلحة لابد أن يبقوا دائما على احترافيتهم وألا ينخرطوا في السياسة على الإطلاق. السؤال يقول: الشرطة أو القطاع الشرطي في ماليزيا مهني بامتياز، لا يتدخل في شؤون السياسة ولا يأخذ يعني جانب أحد، يأتمر بأوامر الحكومة التي لها السلطة في هذا الوقت، ولابد أن يظل كذلك. ويقول أيضا هذا نفس الحال مع القوات المسلحة أو الجيش، باستثناء يعني مؤخرا احد الجنرالات المتقاعدين بدا ينخرط في السياسه، ولكن هذا يعني ليس الاصل، ولابد ان يبقى القطاع الشرطه والجيش في حياد ويعملوا بمهنيه بحته. طيب، يعني this is the last question for Mr. Mahathir, because this I know you're getting tired and then we'll pass the last comment to Engineer Khairat. السؤال الاخير، الدكتور بدا يتعب واضح يعني، ف ما رؤية ماليزيا للسوق الإسلامية المشتركة وما الخطوات التي اتخذتها لدعم هذه السوق؟ So what's the perspective of Malaysia on the common Islamic market, and did Malaysia take any steps or attempts toward this goal? I think this is too early. أعتقد أنه أن هذا سؤال يسأل قبل أوانه. لا زال مبكرا جدا علينا أن نتحدث في ذلك الأمر. إن المسلمين لا يتبعون تعاليم الإسلام، وإننا أخوة، ولكن رغم ذلك إننا نحارب بعضنا بعضا. واليوم بالنسبة للوحدة، وحدة المسلمين أمر صعب حتى في بين الدول الإسلامية وبعضها البعض. ولذا لكي تحصل على توافق لابد أن يكون هناك توافق بين مختلف الأطياف وبين مختلف الجهات الإسلامية، لأنه إن تخلف واحد فقط وحسب عن هذا التوافق فإن هذا يعني أننا نتمكن من أن تكون هناك أي أسواق مشتركة أو أن نحقق أي تقدما لتحقيق تلك الوحدة الإسلامية، أو فكرة أن يكون لدينا سوقا واحدة إسلامية مشتركة أو Commonwealth إن أمكننا نسميه بذلك. ولذا فإن ما نحتاج أن نقوم عليه حاليا هو أن نجعل على الأقل أن نتمكن من جعل الحكومات بشكل ثنائي، أن تتوافق مع بعضها بشكل ثنائي حتى على الأقل في البداية، وأن تتبع تعاليم الإسلام أو تعاليم الدين، وألا تفعل أشياء بها انتهاك صارخ لتعاليم الإسلام. قبل أن نتحدث عن سوق إسلامية مشتركة، لابد ان نقف امام الواقع، وان يعني الدول الشعوب الاسلاميه حتى الان ما زال في كثير من الاحيان تتعارك وتتنافس مع بعضها البعض. يعني حتى منظمه التعاون الاسلامي الاي سي يعني من الصعوبه بمكان ان تصل الدول الاسلاميه هناك الى قرارات
باجماع كامل. فقبل يعني السوق المشتركه هذه خطوه متقدمه يسبقها خطوات كثيره في اللحمه الحقيقيه والتعاون الحقيقي ما بين الشعوب الاسلاميه. ويقول حتى نكون عمليين فيعني ينصح بان يبدا هذا المشوار بتوأمة حقيقية ما بين بلدين أو ثلاثة، يكون بينهم تعاون حقيقي وسوق مشتركة حقيقية، فتكون مثال محلول ونموذج يحتذى به يعمم بعد ذلك. حقيقة يعني بس عشان نفك كده عن نفسنا شوية وقبل ما نروح المهندس خيرت، يعني حاجة كده نضحك بيها مع بعض، ذكرت إحدى الصحف المشهورة على الويب سايت بتاعها دلوقتي وإحنا قاعدين نتكلم أن المهندس خيرت غادر القاعة وغادر المؤتمر يعني غاضبا من الاعلام. فيعني اظن مفيش لقطه يعني معبره عن الواقع اكتر من كده يعني. فالمهندس خيرت اهو، الاعلام اهو، كتر خير الدنيا يعني. طيب نختم الحديث مع المهندس خيرت. تعليق المهندس خيرت حقيقه باشمهندس، جاءت يعني اسئله كثيره وطلبات كثيره. يا جماعه لو سمحتوا يا جماعه عشان بس نكمل هذه الفعاليه كما بدات بمنتهى الكفاءه والنجاح ان شاء الله. اسئله كثيره يا باشمهندس جات في حول يعني رؤيه حضرتك للمقاربه ما بيننا وبين ماليزيا، وايضا واقعنا المصري ان صح التعبير في مشروع النهضه، وماذا تم، ماذا يتم، رؤيتنا ايه، الطريق للامام، فحول هذه المعاني وغيرها يعني لو حضرتك تحدثنا قليلا قبل ان نختم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا، وجزاكم الله خيرا على تلبيتكم هذه الدعوة وحضوركم إلى هذا اللقاء للتعرف عن قرب على أحد تجارب النجاح المتميزة في الخمسين عاما الأخيرة، وهي تجربة ماليزيا بقيادة معالي رئيس الوزراء السيد مهاتير محمد. واسمحوا لي أن أتقدم له باسمكم وباسمنا كمصريين بتوجيه الشكر والتقدير على تفضله بالاستجابة وتلبية دعوتنا للحضور إلى مصر للتعرف عن تجربتي عن قرب هو والسيدة الفاضلة زوجته، وأيضا بتوجيه الشكر لسعادة سفير ماليزيا وأسرة السفارة على ما بذلوه من جهد لترتيب هذه الزيارة، وكذلك كل من ساهم وبذل جهدا في ترتيب هذه الزيارة. والحقيقة أنه أنا لن أتحدث عن الإجابة عن الأسئلة التي طرحت، لأنه حديثنا ولقائنا اليوم هو مع السيد مهاتير محمد، وإحنا كمصريين قاعدين مع بعض ونبقى نتقابل مرة تانية ومرات أخرى للحديث والإجابة عن هذه الأسئلة. ولكن فقط أشير إلى أنه معالي سيد مهاتير محمد بالأمس عندما جاء، ورغم رحلة السفر الطويلة من البلد التي أتى منها إلى هنا، إلا أنه بقي معنا في ورشة مغلقة لمجموعة من الخبراء والمتخصصين في برامج التنمية من زوايا مختلفة قرابة الستة ساعات تقريبا. استراح في النص كده حوالي نص ساعة أو ساعة، إنما قعد ست ساعات يجاوب على أسئلتنا وعلى الحوار اللي تم بينه وبين حوالي 30 واحد من المتخصصين. وخلاصة هذا الحوار إن التجربة الماليزية تقريبا كانت أول تجربة من دول العالم الإسلامي أو الدول اللي فيها أغلبية إسلامية تصل أو تضع لنفسها موضع قدم في مصاف الدول المتقدمة، واستطاعت أنها تتحول من حالة من حالات التخلف إلى حالة من حالات التقدم بشكل ملحوظ. وكان واضح جدا في هذه التجربة دمج واضح بين أساليب ومناهج التنمية وإدارتها، التنمية الأساليب الحديثة والمناهج الحديثة والخصوصية الثقافية والاجتماعية والتاريخية للشعب الماليزي، فدي كانت واضحة جدا في التجربة. احنا بالأمس وأيضا اليوم أسئلة حضراتكم دارت في محاور مختلفة،
سألنا عن التعليم وعن التطوير الحكومي وعن القطاعات اللي بدأوا فيها بها وعن مواجهة الفساد وعن آليات التخطيط اللي استخدموها، وواضح من جملة هذه الأسئلة ان هم في البداية ركزوا على وضع رؤية واضحة لبرامج التنمية وتحقيق نهضة ماليزيا، وحصلوا على قدر كبير من التوافق المجتمعي العام حول هذه الرؤية. هو صحيح في الأول اللي حطها مجموعة من المتخصصين والتكنوقراط، إنما بعد كده قاموا بعرضها على شرائح أوسع في المجتمع من المتخصصين ومن القوى السياسية، وحدث نوع من التوافق العام بأغلبية كبيرة داخل ماليزيا حوالين هذه الرؤية. الأمر الثاني إن هم اهتموا في البداية بإصلاح منظومة التعليم، وزي ما ذكر معالي رئيس الوزراء إن 25% من الميزانية، ربع الميزانية، كان مخصص للتعليم في بداية برنامج ماليزيا 2020. احنا طبعا الواقع عندنا مؤلم جدا دلوقتي، لأن 78% من ميزانية مصر حاليا بتنفق على 3 بنود ما فيش فيهم التعليم. البند الأول هو الأجور والمرتبات، والبند الثاني هو الدعم على الطاقة والأكل، والبند الثالث هو خدمة الدين، لأن الدين المصري وصل لتريليون و330 مليار جنيه. الجزء الأغلب منه دين داخلي والجزء الأصغر دين داخلي، متوسط الفائدة من 12-14%، وبالتالي ده بند رئيسي في الموازنة. ف 78% من الموازنة المصرية بتتصرف على 3 بنود. ماليزيا في بداية برنامج 2020 كان 25% من الميزانية، 25% من ميزانية ماليزيا بتوجه للتعليم. لما بدأوا في برامج التنمية، من الأمور اللي عملوها في الأول التطوير والإصلاح الحكومي، حتى يبقى شكل الإدارة بيخدم على برنامج 2020. ولأنه كان في برضه ضعف في الأداء الحكومي في بداية البرنامج، فركزوا بشكل كبير على المناطق الاقتصادية الخاصة، مش بهدف ان هم هيبيعوا ماليزيا زي ما البعض بيروج الآن لما بتطرح نفس الفكرة في مصر، ولكن محاولة للتغلب على عقم الإجراءات الإدارية وبطء هذه الإجراءات وتعقيداتها وضعف الأداء الحكومي. فهو حاول يوفر بيئة جاذبة للاستثمار، مش الماليزي الأجنبي بس، حتى الماليزي كمان، بأنه يسهل الإجراءات. فبدأ يعمل مناطق اقتصادية خاصة ومناطق حرة عشان يتجاوز هذه التعقيدات وهذه الإجراءات، مع ملكية هذه المشروعات سواء كانت ملكية مباشرة أو حق انتفاع أو ما إلى ذلك من أشكال مختلفة. فالمهم حاول يتعامل مع ضعف الإدارة الحكومية بأنه يعمل خطين متوازيين. الخط الأول هو برامج للتطوير والإصلاح الحكومي، ولأن دي مسألة بطبيعتها بتاخد وقت، عمل خط تاني إنه هو يوفر بيئة فيها سهولة في الإجراءات من خلال ما يسمى بالمناطق الاقتصادية الخاصة. أيضا لاحظنا في تجربتهم إنه بدأوا بالقطاع الأسهل بالنسبة لهم وهو قطاع الزراعة. ما كانتش الدولة في البداية عندها موارد ضخمة، فوجدوا إنه يوزع أراضي على المواطن الماليزي يوم يحسن المواطن الماليزي بأنه هو صاحب مصلحة في برامج التنمية الجديدة. وفروا برامج للتدريب الفني، لدعم الأسمدة، لتسويق المحصولات المحاصيل، لتوجيه المزارع نفسه يزرع ايه. فكان بدايتهم في التركيز كانت على القطاع الزراعي، وبعد كده ركزوا على القطاع الصناعي وقطاع التعدين. وفي القطاع الصناعي اهتموا جدا بمسألة التكنولوجيا. في البداية اهتموا بالصناعات اللي بتحتاج عمالة كثيفة، وبعد كده انتقلوا للصناعة اللي بتعتمد على هاي التكنولوجيا. ايضا اهتموا بالقطاع السياحي بشكل كبير، ومن الحاجات المتميزة جدا في ماليزيا الان ان هم حطوا هدف في برنامج 2020 ان يوصلوا لسائح مقابل كل مواطن. فعدد السكان في ماليزيا 28 مليون، عدد السياح السنة دي 28 مليون، ووصلوا فعلا للهدف اللي هم
كانوا محددين لنفسهم. برضو تعرفنا على تجربتهم في محاربة الفساد، وبرضو من القضايا المهمة انه تموا بقطاع التمويل بشكل كبير. ويمكن بعضكم ما يعرفش ان ماليزيا من الدول المتميزة جدا في مجال التمويل الاسلامي، مش بس على مستوى قضية الصكوك او عمل المصارف الاسلامية، ولكن هم حاولوا يكملوا المنظومة الاخرة. لان النهاردة لما يبقى عندي بنك اسلامي في مصر، لو اراد ان ياخد تسهيلات ائتمانية ياخدها من مين اكبر منه؟ ولو عنده فائض في المال هيديه لمين؟ دي مش محلولة في مصر حتى الان، ولا في اي دولة من دول العالم اللي حوالينا. ماليزيا حاولت تكمل منظومة المصارف الاسلامية باستكمال كل مكوناتها ومستلزماتها. الخلاصة ان التجربة الماليزية فيها الكثير من الجوانب اللي ممكن نستفيد منها ان شاء الله تعالى. وبرضو ركز السيد رئيس الوزراء على انه من الشروط الاساسية في البداية لاطلاق النهضة ضرورة توفير قدر مناسب من الاستقرار السياسي. وهو ذكر بالامس في اجابته عن الاسئلة انه الحصول على توافق 100% ده صعب ومستحيل، ولكن اكبر قدر ممكن من التوافق بهدف تحقيق درجة مناسبة من الاستقرار السياسي حتى تنطلق برامج التنمية والنهضة. وعلى كل الاحوال الحوار بالامس كان اطول من حوار اليوم واكثر تفصيلا، وهو متاح ومسجل بالكامل لمن يرغب، ولكن باللغة الانجليزية. ويقوم المركز الاعلامي في الحزب بتفريغه وترجمته ونشره ايضا على المواقع لمن اراد ان يستفيد منه. هذه هي النقطة الاولى المتعلقة باهم الامور اللي ممكن استفادتها من التجربة الماليزية. النقطة الثانية اللي احب اؤكد عليها قبل ما نترك حضراتكم، انه في حزب الحرية والعدالة تم ارسال مجموعة من الوفود واستقبال ايضا وفود من عدد كبير من الدول بهدف التعرف على تجاربهم في، بعيدا عن التفاصيل الدقيقة ولكن الاطار العام، كيف تمكنت هذه الدول من بناء نفسها. واحنا رغم ان احنا تعرفنا على تجارب اليابان والدول الغربية، انما ركزنا اكثر على الدول اللي بنت نهضتها في اخر 30 40 50 سنة، زي البرازيل وزي الهند وزي ماليزيا وزي سنغافورة وزي كوريا وزي فيتنام وزي نيوزيلندا. لان يمكن الدول الغربية ومعاها اليابان كان عندهم متسع من الوقت 200 300 سنة لبناء نهضتهم. وبعض هذه الدول اعتمد على مسألة الاستعمار لتعظيم الموارد اللي بيجيبها لبناء بلده، ودول امرين مش متاحين. مسألة الزمن ما عندناش 200 300 سنة عشان نبني نفسنا، لان الظروف اصبحت اكثر حرجا من ذلك بكثير، ولا يمكننا لاسباب اخلاقية ان نلجأ لصغيرة الاستعمار. فركزنا اكتر على البلاد اللي بنت في 30 40 50 سنة. وحضراتكم جميعا عارفين تجربة البرازيل على سبيل المثال، من 30 سنة او 35 سنة كانت دولة معرضة للإفلاس، النهاردة بقت سادس او سابع اعلى اقتصاد في العالم. فاحنا ارسلنا مجموعة من الوفود في السنة ونص اللي فاتوا دول، واستقبلنا عدد كبير منهم هنا، واصبح عندنا دراسة موثقة بتجارب هذه الدول. واحنا النهاردة عرضنا على حضراتكم بشكل مختصر تجربة ماليزيا، وفي لقاء سابق برضو عملنا مؤتمر وعرضنا تجربة سنغافورة. واستقر رأينا ان شاء الله تعالى على دعوة حضراتكم ومن يرغب من الوطنيين الشرفاء في مصر للتعرف على خلاصة ما وصلنا اليه من نتائج لدراسة هذه التجارب، تجربة تركيا، تجربة اليابان، تجربة الهند، تجربة البرازيل، تجربة سنغافورة. برضو في بعض القضايا الخاصة اللي ركزنا عليها زي مسألة العدالة الانتقالية ومحاربة الفساد، ففي تجربة متميزة درسناها في جنوب افريقيا، تجربة التحول من الحكم الدكتاتوري والاستبدادي في اسبانيا للنظام الديمقراطي، برضو الدراسة موجودة. واحنا بندعو حضراتكم لعدد من اللقاءات في الفترة الجاية
لعرض مجرد لهذه التجارب ونتائج. يعني احنا مش هنتدخل، ما بنقولش تقييمنا ولا رؤيتنا ولا اسقاطها على الواقع المصري، احنا بنعرضها زي ما شفناها في 3-4 ساعات كل تجربة، احيانا عن طريق الفريق اللي سافر او قابل الناس هنا، واحيانا اخرى عن طريق ضيوف من هذه الدول بشكل مباشر. هدفنا من هذا ان احنا في مصر المفروض نتوافق على رؤية لتنمية بلدنا وبنائها. وانا اعلم ان هناك الان جهد منظم في مؤسسة رئاسة الجمهورية حول هذا الموضوع، سيبدأ طرحه في خلال الفترة القادمة. فعشان زيادة الوعي ببرامج التنمية المختلفة ومناهجها في الدول المختلفة، فاحنا هنعرض على حضراتكم ومن يرغب من الوطنيين الشرفاء في مصر خلاصة دراستنا وتجاربنا للدول المختلفة، عشان يبقى فيه وعي بتجارب هذه الدول يساعدنا في اتخاذ القرار وانضاج وتبني منهج وبرامج الرؤية اللي هنتبناها في بلدنا في مصر. من الامور المهمة جدا اللي لاحظناها في كل هذه الدول انه بيتم الاتفاق على رؤية محددة لبناء البلد، وهذه الرؤية بتبقى فوق الحكومات اللي بتيجي بالانتخابات. الرؤية بتحدد الاطار العام، الشعب او القوى السياسية والمجتمعية المختلفة بتتوافق عليه، وتبقى في اطارها العام ملزمة لكل الحكومات، لانه في النظام الديمقراطي ما فيش حكومة بتضمن الخلود. فالنهاردة جت حكومة ليبرالية، بعد كده حكومة اسلامية، حكومة يسارية، ايا كان الاتجاه بتاع الحكومة اللي بتيجي بتبقى ملتزمة بالاطار العام اللي المجتمع توافق عليه. وده مهم جدا ليه؟ لانه مصر بتعاني من ازمات ومشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية كبيرة، فلابد من التوافق على منهج حلها في حدود الاطار العام. فالنهاردة عشان نتوافق على هذه الرؤية لازم يبقى عندنا إلمام بظروفنا، وعندنا إلمام بأحلامنا وطموح شعبنا، وعندنا أيضا إلمام بتجارب الدول الأخرى اللي سبقتنا. مش لازم كل حاجة نبدأها بالمحاولة والخطأ، ومش لازم كل حاجة هنخترع العجلة من الأول. وده مش معناه إن احنا هنتنازل عن خصوصيتنا الثقافية والحضارية والتاريخية، إنما احنا شفنا في تجربة اليابان، في تجربة الهند، في تجربة ماليزيا، في تجربة سنغافورة، في تجارب معظم الدول، انهم دمجوا بين الحداثة وبين الخصوصية الثقافية والتاريخية. فده امر لازم كلنا هنعمله. فاحنا النهاردة بنحاول نقدم لحضراتكم خلاصة الجهد اللي تعلمناه او اللي درسناه من خلال مجموعة زيارات لعدد كبيرة، عدد كبير من الدول، او استضفناهم هنا، وبنقدم هذا العرض بشكل مجرد في الفترة القادمة من خلال لقاءات كمثل هذا اللقاء. مرة أخرى بنتوجه بالشكر للسيد مهاتير محمد على هذه الزيارة، وشكر لحضراتكم جميعا، وشكر للسادة ممثلي الأحزاب والقوى والتيارات التي حضرت، والبنوك ورجال الأعمال والسفارات، وشكر خاص لسعادة سفير تركيا في مصر، أولا على حضوره هذا اللقاء، ثانيا لانه يعني اقترب موعد انتقاله الى دولة اخرى، وهو حقيقة من افضل السفراء اللي شفناهم في مصر، وكان حريص بدرجة كبيرة جدا على دعم مصر. وايضا على تعميق العلاقة الاستراتيجية بين مصر وتركيا. ونتمنى ان شاء الله تعالى ان النموذج بتاعه تجربته يسود ويكون من كل السفراء، ونتمنى له التوفيق في البلد الجديدة اللي هيذهب اليها ان شاء الله. شكرا لكم جميعا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.